إذن اليوم نحن بصدد المنتدى الثاني للجهات بين المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية الشقيقة. العلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط البلدين فهي علاقات مهمة، علاقات اللي في العمق ديالها كاين البعد الإفريقي اللي حتى لصاحب الجلالة في مختلف الخطابات ديالو. احنا اليوم في إطار هذا المنتدى نستعرضوا مجموعة من التجارب الموريتانية في المجال الجهوية، وكذلك التجربة المغربية اللي هي تجربة مهمة ورائدة على المستوى الإفريقي، وهي جهوية خاصة بالمملكة المغربية اللي احنا في المؤسسات ديالنا كنحاولوا نتمرنوا يوم عن يوم وكنحاولوا نعطيوها البعد ديالها، وكذلك من أجل المساهمة في تنمية السياسات العمومية على المستوى الترابي. هذا هو الهدف، كنظن أن التجربة المغربية هي تجربة اللي مجموعة من الدول كتهتم بها، وحنا اليوم مع السلطات العمومية، مع وزارة الداخلية، مع مجموعة من الفرقاء كنشتغلوا مع الهيئة الحكومية، كذلك كنشتغلوا على أنه هذه الجهوية تكرس وتصبح هي كيف حتى عليها الدستور تصبح ركيزة من ركائز التنمية على مستوى الوطن. اليوم ولله الحمد عرفت مدينة الرباط واحد اللقاء جد مهم مع السادة رؤساء جهات الدولة الشقيقة الإسلامية الموريتانية والسادة رؤساء جهات المغرب، واللي الهدف من هذا المنتدى وهو تبادل الخبرات بين البلدين. فعلا تعرضت التجربة المغربية حول الجهوية المتقدمة، كذلك هناك عرض للتجربة الموريتانية، وفي هذا الإطار هذا المنتدى الهدف ديالو وهو غادي يكون المهم واحد تبادل ديال التجارب. وفي هذا الإطار كجهة درعا تبيلت حصلنا دابا ولله الحمد واحد الاتفاقية جد مهمة بين جهة درعا تبيلت وجهة تاكانت الموريتانية، واللي غادي نقوموا بتأطير ديال واحد الساحة جد مهمة أمام جهة تاكانت من أجل وإعطائها واحد زخرفة مغربية، وكذلك غادي يكون واحد الفضاءات اللي غادي يكون تأثير ديالهم من طرف أطر ديال جهة درعا تبيلت، وهذه انطلاقة باش يمكننا نشوفوا الجوانب الاقتصادية اللي كتربطنا معهم، بحيث أن هذه الجهة عندها زراعة حتى هي مهمة ديال النخيل، ومنطقة ديال درعا تبيلت اللي كتعرفوا حتى هي عندها النخيل كركيزة في الاقتصاد الفلاحي. غادي يكون واحد النوع ديال التأطير مع الوزارات المعنية بالخصوص القطاع الفلاحي، كذلك كاين الجانب ديال السياحة اللي غادي نتعاونوا مع الأشقاء ديالنا الموريتانيين، ويستكون غادي تكون واحد الاستفادة المهم بين الجهتين، كذلك كاين مجالات أخرى اللي غادي نتساعدوا ونتعاونوا عليها، وكل واحد المهم غادي يستافد من التجربة ديال الآخر. وشكرا.